في هذا اليوم المجيد نحتفي بالذكرى 94 لليوم الوطني لمملكتنا الغالية. إنه يوم تتجلى فيه أسمى معاني العزة والكرامة، يوم نجدد فيه الولاء لقادتنا الأوفياء، ونستشعر فخرنا الكبير بانتمائنا لهذا الوطن الحبيب، وهو شامخا ويحقق طموحاته التي لا تعرف المستحيل. إن هذا الوطن الذي نفديه بأرواحنا وقلوبنا هو وطن عز ومجد، ترعرعنا في خبراته وتربينا على قيمه السامية، واليوم ونحن في جامعة الملك فيصل نعيش تلك اللحظات بكل فخر واعتزاز، مؤمنين بأن دورنا هو المساهمة في استمرار نهضة الوطن وتطوره العلمي، مستنيرين برؤية قيادتنا الحكيمة وعازمين على السير قدما نحو مستقبل مشرق. نجدد في هذا اليوم ولائنا ووفائنا لقيادتنا الرشيدة، سائلين الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالعون والتوفيق لمواصلة مسيرة العطاء والتقدم. ونؤكد أن مساعينا في البحث العلمي والدراسات العليا والابتكار وريادة الأعمال هو تعبير صادق عن حبنا لوطننا وتفانينا في خدمته. وختاما، أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ولشعب المملكة العربية السعودية، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يبقي وطننا منارة للعزة والمجد، وكل عام والمملكة تحلم وتحقق.